عبد الرسمندي على يمينه فاضي عبد الرحمن يلعب عند عبد الرحمن خير الله يلعب العرضيه ولكن برافو عمر هوساوي اللي بينظف منطقه جزاءه كويس. رجعت لحسن معاذ واحد لواحد يعدي كويس من يونس يمر من يونس يدخل جوه المنطقه حسن بيحاول يلعب العرضيه مش ممكن مش ممكن مش ممكن سيناريو مجنون وارسمندي ارسمندي ارسمندي يخطف ارسمندي يخطف الاول للشباب الاول للشباب حسن معاد يعمل هجمة عنترية ويلعب بالعرض ويخطف يخطف ارسمندي وحسن معاذ الاول للشباب مش ممكن سيناريو مجنون سيناريو مجنون وادي حسن معاذ عدى في وسط حراسه من لعيبه النصر ولعب العرضيه وارسمندي يسمع قبل خالد الخندي بتعمل ايه يا متعب بتعمل ايه يا محمد يا حسين لكن بيعمل ايه ارسمندي ارسمندي بيعمل العجب ارسمندي بيدي السربرايز للشباب والاول لصالح الشباب ويبدو انه خلاص هدف العبور الى الدور قبل النهائي الى الدور قبل النهائي يا افونسو افونسو ماوريسيو لكن حسن معاذ عمل كل حاجه في اللقطه اللي فاتت كلم الكوره وعدى من محمد حسن.